يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. للمزيد ينضم إلينا من معبر قسطل مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. أهلا بك محمود. إذن تتواصل الخدمات الصحية وكل الخدمات المتعلقة بتوافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى مصر، كيف هي هذه الخدمات أيضا؟ يعني ما الحال بشكل عام لديك؟ بعد التحية، لازالت بالفعل كل الخدمات تقدم للوافدين السودانيين وتحديدا عبر معبر قسطل، هذه النقطة التي نتواجد بها حاليا. منذ الصباح الباكر بدأت الحافلات في الدخول عبر بوابة معبر قسطل، وبها الكثير من الوافدين السودانيين الذين وصلوا بالفعل صباح هذا اليوم وبدأوا في يعني انتهاء أو إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، وتقدم لهم كل الخدمات سواء الخدمات الخاصة لكبار السن من جمعية الهلال الأحمر ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، أيضا مصلحة أو مكتب الجوازات به عدد من الأطقم العاملة التي يعني تسهل عملية إنهاء الإجراءات وإنهاء الأختام التي بها يخرج الوافدين السودانيين من معبر قسطل. فهذه صورة كانت من صور اليوم داخل المعبر، لكن هناك أيضا صورة أخرى، وهو يعني وصول بعثة المنتخب الأولمبي السوداني الذي سيشارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر، لكن سيخوض بعض التدريبات الموجودة هنا على استادات العاصمة الإدارية الجديدة. وتحدثنا مع المدير الفني للمنتخب، تحدث عن وصول البعثة بها 30 شخص سيشاركون في مباراتين وديتين تستضيفهما الاستادات على العاصمة الإدارية الجديدة، وتحدث على أن هناك كان يعني تنسيق مسبق ما بين وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية السودانية، وبالمناسبة كان هناك لقاء بين اللجنة الأولمبية السودانية وزير الشباب والرياضة، اتفق على ضرورة تسهيل كل الدعم للوافدين السودانيين من المنتخب الأولمبي في الإقامة وفي أيضا تخصيص الاستادات لهم لإقامة المعسكرات التدريبية المختلفة، وعبروا عن حفاوة الاستقبال وعن الخدمات بالطبع الموجودة والتي تقدم لهم داخل معبر قسطل. الصورة الأخرى هو تواجد عدد كبير من الشاحنات المحملة من البضائع، سواء نتحدث عن الصادرات أو الواردات، وعملية التجارة المتبادلة بين البلدين. أكثر من 150 شاحنة مروا وعبروا اليوم خلال معبر قسطل سواء صادرات أو واردات، وهنا نتحدث عن حركة تجارية كبيرة، بالإضافة إلى أن السودان بحاجة كبيرة إلى مثل هذه الوجبات الغذائية والمستلزمات المختلفة. وأيضا لاحظنا وجود عدد كبير من رؤوس الماشية التي جاءت من السودان وستخرج من معبر قسطل متجهة إلى كل الأراضي المصرية أو إلى القاهرة، بالطبع نظرا لقدوم عيد الأضحى المبارك. أيضا يعني الميناء هنا وإدارة الميناء بمعبر قسطل البري تعمل على تقديم كافة التسهيلات وكل الخدمات للوافدين السودانيين، خاصة في مصلحة الجوازات. هناك أيضا دور مهم للحجر الصحي لمتابعة الحالات الصحية خارج بوابة المعبر للتأكد من عدم وجود أي إصابة بأمراض معينة. فإذا على أي حال تتواصل كل الجهود والخدمات المختلفة المقدمة للسودانيين عبر معبر قسطل. كفيت ووفيت محمود جميل، أشكرك جزيل الشكر.